هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكمان في نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية واللي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها، خصوصا ان في انخفاض ولكن طفيف في درجات الحراره. هو طبعا اليوم هنبدا نشوف بعض التقلبات الجويه، يمكن الايام الماضيه كان معانا فرص لسقوط الامطار لكن كانت موجوده في المناطق الجنوبيه بشكل كبير، جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب الصعيد، لكن اليوم هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب العاليه، مع وجود كمان امتداد لمنخفض سطحي على سطح الارض مع كتل هوائيه رطبه، فهنبدا نشوف بعض التقلبات الجويه لكن هنحس بيها فتره المساء. مع فترات المساء هتبدا معانا فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه اللي قد تكون متوسطه احيانا في بعض الاماكن، وكمان سحب او امطار رعديه على بعض الاماكن من القاهره الكبرى بفتره المساء، مدن القناه الامطار كمان هتكون خفيفه متوسطه على بعض الاماكن من الصحراء الغربيه ومحافظات شمال الصعيد، تمتد كمان الامطار خفيفه ورعديه على مناطق من جنوب الوجه البحري، جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، يعني امطار اليوم هتكون امطار متفاوته الشده ورعديه في اغلب محافظات الجمهوريه، وهنحس بالامطار دي او بوجود الامطار الرعديه مع فترات المساء، بالاضافه كمان بيستمر معانا انخفاض درجات الحراره او درجات الحراره اللي تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصة ان السحب الموجودة هتحجب جزء من اشعة الشمس فهتساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع خلال فترة النهار ان هي تكون 28 درجة مئوية، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فترة النهار هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حر على محافظات الموجوده في شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحراره على جنوب الصعيد، ده بيكون فتره النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ودخولنا اكثر في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، وفرق في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل احيانا في بعض المحافظات بيتجاوز ال10 وال12 درجه مئويه. كمان الشبوره المائيه احنا بدانا نلاحظ ان كثافتها بدات تقل خلال هذه الايام، هي ما زالت موجوده لكن بكثافه اقل عن الايام الماضيه اللي كانت بتوصل لحد الضباب، فالشبوره المائيه هي شبوره مائيه عاديه جدا بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، مش هتاثر تماما على حركه المرور لكن ممكن يكون معاها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر، فناخد بالنا بس من الشبوره المائيه. الاحوال الجويه اللي فيها تقلبات جويه دي مكمله معانا على مدار الاسبوع ده كله لكن هتختلف من يوم للتاني، يعني احنا غدا الاحد متوقع استمرار وجود الامطار المتفاوته الشده والرعديه على مناطق متفرقه من الجمهوريه، مع يوم الثلاث والاربع الجايين هيبقى فيه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، متوقعين ان العظمى على القاهره الكبرى تكون مع نهايه الاسبوع 26 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل تكون 18 درجه مئويه، امطار متفاوته الشده وخاصه على المناطق الساحليه، فاحنا عندنا في بعض التقلبات الجويه واهمها سقوط الامطار في مناطق متعدده من الجمهوريه، فعشان كده بننصح كل الساده المواطنين المتابعه اليوميه للنشرات الجويه دايما نعرف الحاله الجويه ايه، ايه الظواهر الجويه، اماكن سقوط الامطار بالظبط هتكون موجوده فين عشان نبدا نرتب احوالنا ونرتب اشغالنا. مهم كمان مع سقوط الامطار وخاصه المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار اللي ما بين الخفيفه واللي ممكن تكون متوسطه، لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء،
ألواح الآلات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، القيادة كمان تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية أو أثناء سقوط الأمطار على مدار اليوم. خليني أسألك على سرعة الرياح ونسبة الرطوبة وحركة الملاحة البحرية. هو بالنسبه لسرعات الرياح، هو لحد الان يعني سرعات الرياح معتدله بشكل كبير، يمكن احنا ملاحظينها خلال الايام الماضيه نشاط نسبي للرياح مش موجود، ما بنحس ان ما فيش اي نشاط للرياح موجود، وده مكمل معانا يمكن لحد يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. الاحوال الجويه بالنسبه للرياح معتدله تماما، سرعات رياح ما بين 25 ل 30 عقده بالكثير في معظم محافظات الجمهوريه، وده بيدي مردود كبير على حركه الملاحه البحريه. ما زالت حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والمتوسط معتدله تماما، يمكن كمان خفيفه لمعتدله، يعني ما فيش اي تاثير على حركه الملاحه البحريه. والبحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن هنا هنحذر ان السحب الرعديه احيانا بيكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتزود سرعات رياح على سطح الارض، فبالتالي ممكن يكون في بعض لنشاط رياح المثير للرمال والاسبه الناتج عن السحب الرعديه اللي هتكون موجوده معانا وخاصه خلال فترات المساء وساعات الليل اليوم باذن الله. الأتربة دي ممكن تأثر على مرضى الحساسية، ولكن ولا هي لسه بسيطة شوية؟ هي هتبقى أتربة مؤقتة لأنها هتبقى وقت المطرة ثم هينزل مطرة على طول، فبالتالي هتدل الأتربة، فهي تكون وقت المطرة أو قبل المطرة بشكل مباشر يعني، فإن شاء الله ما تأثرش تماما على مرضى الحساسية الصدرية والجيب الأنفي. نسبة الرطوبة يا فندم؟ هي نسب الرطوبة الموجودة في الجو يعني مرتفعة بشكل كبير، ويمكن ده هيساعد على وجود الأمطار في مختلف مناطق الجمهورية خاصة مع المنخفض الجوي الموجود في معظم محافظات او المؤثر علينا في طبقات الجو العليا. نسب الرطوبه على المناطق الشماليه بتتجاوز ال 80 وال 85%، وطبعا كل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل، ده بيكون فترات الليل. فترات النهار نسب الرطوبه بتتجاوز ال 35 وال 40%، واحيانا بتوصل ل 50% في المحافظات الشماليه، ده طبعا خلال فترات الليل، وكل ما تقدمت للمناطق الداخليه المحافظات فات بتكون نسب الرطوبه اقل، لكن وجود المنخفضات الجويه الموجوده على سطح الارض او في طبقات الجو العليا ده اللي هيخلي الرطوبه دي ترتفع في عمود الهواء ككل، فمش هحس بوجود نسب الرطوبه لكن هشوفها في سحب منخفضه او متوسطه، وده اللي هيسبب سقوط امطار ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 28 والصغرى 20، العاصمه الاداريه 29 19، اسكندريه 28 19، العالمين الجديده 27 18، مطروح 25 17، دمياط 27 21، بورسعيد 27 21، الاسماعيليه 29 18، السويس العظمى فيها 29 والصغرى 19، العريش 28 17، كاترين 26 13، طابة 31 20، حلايب 29 24، شلاتين 31 25، شرم الشيخ 33 24، الغردقة 33 22، الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 18، بني سويف 31 18، الوادي الجديد 36 19، أسيوط 32 17، سوهاج 34 18، قنا 36 21، الأقصر 36 21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 23. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا محمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك لميار.